اهلا بيكم من جديد. هنبدا من مجلس النواب البرلمان، واللي النهارده الحمد لله اخيرا مجلس النواب بدا يمارس دوره الحقيقي، بدا ينحاز للمواطن دون الحكومه او دون النظام، بدا يعرف ان دوره الحقيقي هو التشريع او سن القوانين اللي من شانها خدمه مصلحه المواطن والوطن على المدى القريب والبعيد. عندنا قانون قدمته الحكومه قبل شهرين ثلاثه، الهدف منه تعديل قانون التعليم القائم منذ عشرات السنين، من سنة 81 تقريبا قانون التعليم المصري سنة 1981، والقانون شغال لحد النهاردة. سيد وزير التعليم قبل 3 شهور تقدم لمجلس النواب بتعديل هذا القانون ورفع بند غرامة التغيب عن الدراسة بدون عذر من 10 جنيه إلى 50 جنيه أو إلى 500 جنيه كحد أدنى و1000 جنيه كحد أقصى، بخلاف طبعا الحرمان من بعض الخدمات والمرافق العامة، وده طبعا دون مراعاة الظروف الاقتصادية والصحية للبلاد خلال جائحة كورونا. ما تيجي تبص كده للقانون اللي اتقدمت بيه وزارة التعليم وعايزة الموافقة عليه، تشعر وكأنه من باب التأديب أو التأنيب لأولياء الأمور في حال عدم وجود أو عدم ذهاب الطالب للمدرسة بدون عذر. لما تيجي تبص للطالب اللي ما بيروحش المدرسة وتبص لوزارة التعليم اللي قررت مرة واحدة إنها تعنف الطالب وتعنف ولي أمر الطالب وتعنف أسرة الطالب وتحرمهم من الخدمات الأساسية، ربما تصل حسب بعض الاقتراحات في القانون إلى الحرمان من التموين أو الحرمان من بعض الخدمات الصحية الأساسية. تسأل كده، وهنتكلم بمنتهى الشفافية بعيدا عن إذا كنا معارضة أو غير معارضة، بعيدا عن مدى رضانا بمستوى التعليم في البلاد أو مستوى إدارة الوزارة والسادة المسؤولين في الوزارة لملف التعليم في البلد، لكن السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، ماذا قدمت وزارة التعليم أو السيد وزير التعليم خلال السنوات اللي فاتت للطلبة وللتعليم في البلد يخليه يصل في النهاية إلى إجبار الطالب على الحضور واللي ما يحضرش يدفع 1000 جنيه. لما نبص مع بعض كده ماذا قدمت الوزارة؟ عندنا عجز في الفصول يصل إلى 320 ألف فصل. قدمت أيضا عجز في المدرسين يتجاوز ربع مليون مدرس. وصل عدد الطلبة في الفصل لأول مرة أكثر من 150 طالب رغم وجود جائحة كورونا. أول يومين ثلاثة في المدرسة عندنا 4 حالات وفاة خناقة ما بين الطلبة بسبب الخناقة والعركة على التختة الأولى. عندنا مدارس لحد النهاردة ما استلمتش الكتب بسبب مشاكل إدارية وبسبب عدم سداد المصروفات. عندنا على الأقل 3000 تلميذ جالهم تسمم بسبب الوجبة المدرسية في الترم الأول. عندنا مشاكل الامتحانات اللي خلصت قبل كام يوم حتى الآن لم تنتهي. عندنا طلبة النهاردة بتنتحر، وطلبة جالها اكتئاب، وطلبة جالها مشاكل نفسية بسبب صعوبة الامتحان. عندنا انفاق 9 مليار جنيه على مشروع فاشل اسمه مشروع التابلت، ولحد النهاردة ما شفناش منه الأبيض ولا أسود. عندنا أيضا عندنا مدارس أو فصول بدأت تشتغل وما فيهاش الحد الأدنى من الخدمات، وعلى رأسها التختة والصبورة والتباشير. ده اللي قدمته وزارة التعليم للطالب. هل الطالب بعد ما شاف كل ده، ولي الأمر بعد ما شاف كل ده، مجبر النهاردة أنه يودي ابنه للمدرسة وإذا تغيب ابنه خوفاً من الزحام في الفصل بسبب جائحة كورونا، أو لأنه ما معهوش فلوس يدفع الرسوم وبناء عليه ابنه ملهوش كتب، أو لأن ابنه بيروح يقعد على الأرض أو بيقعد أو يقف في آخر الفصل عشان مفيش تخت، أو لأنه خايف على ابنه من الوجبة المدرسية المسممة اللي أصابت 3000 على الأقل بتسمم خلال الترم الثاني، أجي أعاقبه بدفع 1000 جنيه أول مرة، وإذا تكرر الغياب يدفع 1000 جنيه تاني و1000 جنيه تالت، وكمان أحرمه من الخدمات الأساسية اللي بينص عليها القانون والدستور. هل من المنطق، من العقل، هل من الحقوق اللي بيكفلها القانون والدستور لأي حد في البلد إن وزارة زي دي تتقدم باقتراح زي ده
ويدعموا وزير الحكومة في البرلمان، لكن في قرار تاريخي، بقول لك قرار تاريخي، شخصيا ضد مجلس النواب شكلا وموضوعا، لكن قرار تاريخي النهاردة من مجلس النواب برفض هذا القانون الذي وصفوا البعض حسب ما جه في كلام بعض النواب أن هذا القانون لا يراعي الظروف الصحية للبلاد، رفض برلماني لتعديلات القانون. أيضا من الحاجات اللي استند ليها رفض لجنة التعليم في البرلمان لهذا القانون أن هذا القانون يخالف الدستور لديه شبهة بعدم الدستورية، أو في شبهة بعدم الدستورية موجودة جوه القانون، منها مثلا المخالفة للالتزام الدستوري بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين. أيضا من الحاجات اللي تخليك أنت كمواطن أو مسؤول يتعرض عليك اقتراح زي ده وترفضه، إن احنا العملية التعليمية زي ما قلت لحضراتكم قبل كده بتقوم على بعض الأسس، بتقوم على المدرسة والمعلم والطالب والمادة العلمية، المدرسة والمدرس والطالب والمنهج أو المادة العلمية. لما تيجي تبص للأربع أركان أو الأسس اللي بتقوم عليهم المادة أو العملية التعليمية أو التعليم في البلد، تلاقي عندنا خلل في جميع الأركان. المادة التعليمية أو المنهج التعليمي ما زال حتى الآن الجدل بشأن تحديث منهج رابعة ابتدائي وتحديث التحديث المتوقع لمنهج خمسة وستة السنة الجاية. عندنا المدرسة فيها خلل، المدارس تفتقد للخدمات اللوجستية وتفتقد لقابلية تقديم الخدمة المناسبة بسبب عدم وجود صيانة وأيضا العجز الرهيب في عدد الفصول. المدرس حدث بقى لحد الصبح، عندنا عجز في المدرسين، مدرس مش واخد حقه، بعض المدرسين غير مؤهلين، عندنا 32 ألف مدرس مش عارفين يتعينوا وعايزين مليار جنيه، المدرس بيعاني من مشاكل واضطهاد وبيعاني من أزمات وعندنا دروس خصوصية. تجيش انت بقى تسيب كل المشاكل اللي موجودة في الأربع أو في الثلاث حاجات اللي عندك كحكومة وتيجي تمسك في الغلبان اللي هو العضو الرابع أو الأساس الرابع من أسس التعليم اللي هو الطالب. ليه تحمل الطالب فشل المدرسة؟ تحمله التقصير في عدد المدرسين والتقصير في ملف توفير المدرس، وتحمله كمان الفشل في تقديم منهج دراسي يتواكب مع قدرات الطالب ويتواكب أيضا مع البيئة اللي احنا عايشين فيها. اشمعنى الطالب؟ ما تسيب الطالب ده في الآخر، تعال الأول نحل موضوع المدرسة وبعد كده نوفر مدرسين ونديهم الحاجة المناسبة ليهم، بعد كده تعال نعدل المناهج بما يتواكب مع قدرات الطالب، وبعد كده لو الطالب مجاش غرمه وغرم أسرته. لكن تيجي بالغرامة زي ما قال بعض النواب النهاردة في مجلس النواب، وأنا تابعت يمكن معظم الجلسة النقاشية، بعضهم قال إن الحكومة بتشرع لدولة تانية، بتشرع لكوكب تاني، بيتكلموا عن دولة تانية وتعليم تاني. ما كلنا شايفين، كلنا عندنا أولادنا بيدرسوا في التعليم، كلنا عندنا أولادنا بيشوفوا المشاكل كل يوم، لكن تيجي تقولي إن احنا مرة واحدة هنقطع رقبة الطالب، نقطع رقبة ولي أمر الطالب عشان ما بيحضرش، ده معناه إن الدولة أو الحكومة بتشرع أو كأنها تشرع لكوكب تاني. ده كان كلام الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية. طبعا كان في كلام تاني قيل عن موضوع الحكومة، من أفضل ما قيل أيضا هو كلام أحد النائبات، النائبة إناس عبد الحليم. إناس عبد الحليم وهي عضو مجلس النواب وعضو أيضا لجنة التعليم، قالت أنها شعرت بأن القانون الهدف منه تحصيل الأموال وهو يخالف لدور الوزارة. أفهم حضرتك تفهم، أي حد فينا يفهم أن وزارة التعليم الهدف منها الارتقاء بالمستوى التعليمي، لكن يتحول دور الوزارة وزارة التعليم إلى جمع أكبر عدد من الأموال أو أكبر كم من الفلوس، إما عن طريق ربط استلام الكتب بدفع المصاريف، أو ربط غياب الطلاب بدفع غرامة 1000 جنيه، أو مش عارف ربط
ضغط حضور المدرس بإمضائه على التنازل عن حقه، ده حاجة غريبة، تشعر ان في مشكلة عند القائمين على وزارة التعليم. انت بتاع وزارة التعليم، خليك في المنهج، خليك في تحديث الحالة التعليمية في البلد، الارتقاء بمستوى المدرس، الارتقاء بمستوى الطالب وكذلك المنشآت التعليمية. ما تجيش يبقى هدفك الوحيد زي ما بتقول النائبة إيناس عبد الحليم هو التحصيل المادي أو الحصول على أكبر عدد من أكبر كمية من الأموال. وبناء عليه وبناء على ما تقدم وبناء على ما يراه الجميع من فشل في الملف التعليمي خلال السنوات اللي فاتت، رفض المجلس صباح اليوم بالإجماع القانون المقدم من الحكومة. حتى بعض الحاجات اللي شفتها كان في بعض التجاوزات، أحد النواب طلع وقال إن وزارة التعليم بتهلوس، درجة إن وزير الحكومة في البرلمان طالب بحذف هذه الكلمة من المطبطة. فعلا اتحذفت من المطبطة، لكن الراجل قال باللي شايفه قدامه، شايف إن الوزارة ما بتعملش اللي عليها، المسؤولين عن التعليم ما بيعملوش اللي عليهم، وجايين عايزين يسلخوا الطالب وياخدوا منه فلوس. الحمد لله وشكرا لمجلس النواب، شكرا ان مجلس النواب اخيرا بينحاز للمواطن وبيقف جنب الغلبان وبيقف جنب ولادنا، جنب ملف مهم جدا وهو ملف التعليم، واحد من اخطر